حنا شركه 100% مغربيه تخدموا فيها تقريبا 25 واحد. كنديروا جوج الخدمات، كنبيعوا لي درون، هاد لي درون اللي كتشوفوا عندهم كاباسيتي 40 لترو، وكنخدموا بلي درون. تقريبا في المغرب عندنا 15 لي زيكيب، كل ايكيب تقدر تقريبا 100 هكتار في 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 النهار. الدرون اشنو هو؟ الدرون هو وسيله كنقدو نداويو به، تنداويو به الفلاح، الليمون، الشجر، البيتراف، الشمنضاء، فكاع لي كولتور تقريبا اللي كاينين في المغرب. الدرون فيه تقريبا كاباسيتي 40 لترو، 40 لترو كنقدو نداويو بها جوج هكتارات في مده 10 دقائق. اذا كان شويه الطلب ديال على هاد التكنولوجيا شويه خفيف، ولا يلاه بدا هادي عامين ثلاث سنين. الحمد لله دابا مع لي زيفور ديال بول اغرو ديجيتال، مع لي زيفور ديال 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 الناس، تطورات الوضعيه، والحمد لله عندنا طلب 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 مزيان. اوتوريزاسيون شحال من واحد عنده واحد الفكره غلطه على زوتوريزاسيون. دابا حاليا الامور واضحه، خاص تكون شركه اللي هي اللي كدير طلب باش امبورتي الدرون، وكتسنى واحد شهرين ثلاث شهور بين ما الوزاره دير العمل ديالها باش تشوف الدرون كيفاش غادي يدخل. وفاش كيدخل الدرون قبل ما يخدم الواحد كيطلب واحد لوتوريزاسيون اللي هي لوكال على حساب الولايه ولا الجهه اللي معاه، وكيعطيوها ليه من بعد سيمانه 10 ايام. اذا لينا حنا الشركات اللي تيكونوا شويه عارفين الفلاحه اللي كيخدموا معاهم وهذاك الشيء كيدير، كنديروا لوتوريزاسيون اللي كيديروا اللي كيطوروا واحد شهرين شهر، واللي كيخدموا فيهم في واحد البلاصه. وطبيعه الحال قبل ما كنطيروا كنعلموا ديك السلطات المحليه، وكنعلموا كاع تنديروا كاع الاجراءات باش يكون الفول في السلامه الكامله. الحمد لله حنا هادي دابا 8 سنين وحنا كاينين في المغرب، عندنا تقريبا كيف ما قلت لك 15 ليزيكيب ديال لاكيكولتور، وما عمره ما وقع لنا شي مشكل. التكلفه تقريبا هاد الدرون كيبدا ابتداء من 15 مليون، يقد الثمن شويه يخلع، ولكن راه هاد الثمن هذا كتقدر به تقريبا حتى ل 100 هكتار في النهار، اللي هو واحد الروندمون اللي تقريبا مهم. الحاجه اللي واضحه اللي هو حنا تقريبا كنداويو بثمن الوسيله العاديه اللي هي التراكتور. اذا الفلاح لو شوا اللي غادي يدير ماشي على حساب الثمن، لو شوا على حساب ليفيكاسيتي، على حساب واش هاد الوسيله كتخدم مزيان ولا لا. الحمد لله حنا دابا راه خدامين مع كوزيومار في المغرب كامل عامين، هادي خدمنا مع لاكوباك، خدمنا مع شحال من شركه اللي اكدت لنا بلا لافنير هو 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 الدرون، وهو لي تكنولوجي باش نقدروا نساعدوا الفلاح يميتريزي هذاك الشيء اللي تيدير.